نور من الوردة الشامية، سفيرة الجمال مثل ما بنسميها، رح نروح برحلة ثقافية اليوم ونضوي على واقع الثقافة السياحية الثقافية بسوريا خلال عام 2022. شو هي أهم المواقع، كيف هو الواقع وغيرها من التفاصيل أكيد بيسعدنا نحكيها اليوم مع الأستاذة عبد الرزاق حمسي، باحث ودليل سياحي. سعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا لأنكم مستمرين وشكرا لأنكم متألقين رغم الوقت الصعب. كلك ذوق. استاذ، خلينا نحكي، لما نقول السياحة الثقافية هي يمكن مسؤولية كتير كبيرة اليوم، لأنه السياحة الثقافية هي اللي بتعرف الناس اللي خارج القطر عن ثقافة هيدا البلد وحضارة البلد وكل التفاصيل يمكن اللي بنحكي عنها. تاريخ سوريا نحن بنعرفه بس يمكن غيرنا ما بيعرفوا. خلينا نحكي عن السياحة الثقافية بعام 2022 كيف كانت، لأنه نحن بلشنا ناخذ نفس، لو نفس هيك بسيط، بعد 10 سنوات من الحرب اللي أثقلت كل قطاعات الحياة في سوريا. السياحة الثقافية هي أهم أنواع السياحة. طبعا في سياحات متعددة في سوريا ومتوفرة في سوريا، لأنه عندنا مقومات هائلة للسياحات لكل أنواع السياحة، السياحة الرياضية وسياحة مؤتمرات، السياحة الدينية. دينية بحسها في ربط كثير قوي بالثقافية، يعني ما فينا نجزئها نوعا ما. لا، بس هي نحن تميزت سوريا بالسياحة الثقافية. صحيح. وسوريا موضوعة على خارطة السياحة الثقافية العالمية. نتيجة جهد قامات خلال 50 سنة وحطوها. توقفت السياحة طبعا خلال الحرب، وبعدين توقفت خلال فترة كورونا. تقريبا من سنة أو سنة وشوي رجعت نستقبل بعض الوفود، بس مو مثل 2010. 2022 استقبلنا سياح أجانب، قسم منهم سياحة ثقافية، قسم كبير سياحة ثقافية. بس لأقول للناس شو هي السياحة الثقافية، هلأ ما عم أحكي لمختصين، عم أحكي بشكل عام للناس. السياحة الثقافية هي زيارة موقع الأسرية، المتاحف، حضور حفلات موسيقى مثلا دار الأوبرا. دار الأوبرا عم تقدم منتج سياحي ثقافي كمان وراقي جدا. المطبخ السوري هو سياحة ثقافية. الفن التشكيلي السوري سياحة ثقافية. هذا كلياته، المتاحف كلياتهم، هذا مجموعة سياحة ثقافية. والسياحة الثقافية هي أفضل أنواع السياحة النظيفة، وبتستقطب نخبة المجتمعات بالعالم، غير السياحة الترفيهية والأشكال الثانية. فإذا نحن بنمتاز لأنه عندنا كم هائل جدا من مقومات السياحة الثقافية، 10,000 موقع أثري، عندنا تقريبا 54 متحف، 10 مواقع على محطات مهمة على طريق الحرير موجودة بسوريا، 10 مواقع، كم هائل. هلا التقويم انه شو صار بال 2022 بعد ما بلشوا السياح ياخذوا موافقات لدخول سوريا بنهاية 2021. صحيح. 2022 استقبلنا عدد، بس لسه ما صار مثل ما كان 2010 طبعا، ما وحتى يقارن. النوعية ما كانت، بس في قسم منهم كبير هو سياحة ثقافية. بلشنا ناخذ هيك نفس صغير يعني شوي. في كان شيء جيد وايجابي باستقبال هالمجموعات هي، وكان في بعض المعوقات والتجاوزات والاخطاء. حنحكي ما إلها وما عليها. حاحكي بالايجابي. حاحكي بالايجابي. بنبلش بالموضوع الفنادق. الفنادق أداءها جيد كان، خاصة بالفنادق التراثية بدمشق القديمة وكل المدن السورية، بس خاصة بدمشق القديمة صار السائح يفضل يجي على الفنادق التراثية، وحسنت خدماتها رغم نوع الأزمة. نوع السياحة الثقافية حتى تعد إيه؟ لما تزور. طبعا حسنت خدماتها، يعني قدمت جودة منتج. هلا في خدمات كانت سيئة، في خدمات. هلا السياحة الثقافية كمان كتير مهمة، نحن بحالة حرب. حرب هي حرب مركبة، عسكرية، اقتصادية، ثقافية. شو الحرب الثقافية؟ هي تدمير الآثار وتشويه تاريخ سوريا. يعني وهي تشويه تاريخ سوريا بدأ من أكثر من 150 سنة مع بداية الحركة الصهيونية. بس اشتدت الحجم على تاريخ سوريا حصرا من أصوات داخل سوريا وخارج سوريا عن قصد وعن غير قصد. بس كانت خلال 10 سنين كان في تشويه متعمد، أنا بقوله. هون مهمة السياحة الثقافية التعريف وتوضيح صورة السياحة تاريخ سوريا الحقيقي من خلال السياحة الثقافية. بعدين حاليا هلأ كل سائح هو إعلامي، شئنا أم أبينا. رح ينقل الصورة أكيد لبقى، حينقل الصورة، وأحيانا أنا بكون عم أحكي بكون عم ينقل، وعم نستقبل ردود الفعل بشكل مباشر.
هذا الشيء لازم نكون متنبهين للعاملين اللي عم يشتغلوا بقطاع السياحه سواء منظمين الرحلات والادلاء والسائقين. لازم يكون في جديه اكبر اذا فينا نقول. في جديه اكثر، في اخطاء. في اخطاء. هلا انا كمان في شيء ايجابي، شباب وصبايا صغار عن وسائل التواصل الاجتماعي قدروا يجيبوا سياح، لانه نحن الشركات العالميه اللي بتصدر السياح مانعينا تصدر سياح لسوريا. هلا الشباب نتيجه مهاراتهم العاليه بالتكنولوجيا المعلومات ولغويا قدروا يجيبوا سياح افراد ومجموعات، كانوا عم يلقطوهم عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق النت، وهدول انا بحييهم هدول الشباب والصبايا. بس في شيء كان يكون في غلط سبق اني قلته بهون بالاخباريه، يلي عمدوا الخدمات خاصه الدليل السياحي والسائق. هلا السائح مين عم يشوف؟ هدول الاثنين اكثر شيء. طيب خلينا نحكي معك استاذ عن هدول النقطتين بالذات، كونه الرحله السياحيه تعول عليهم هو الدليل والسائق، شو المهارات اللي لازم تتوفر فيهم؟ شو الاغلاط اللي عم بتصير على ارض الواقع عم تشوفها وبرايك لازم نتلافاها؟ هلا اول شيء قلتي عن المهارات، هذا كثير امر مهم. هلا نحن وقت نختار الدليل، وقت نختار الدليل لازم، شلون عم نختار سفير؟ الدليل اهم، لانه السياحه الثقافيه هذا الدليل عم يقدم صوره كثير، لازم يقدم صوره كثير حلوه. والعكس احيانا اذا ما كان عنده انتماء، ما عنده مهارات، المهارات هي مو بس بالشهادات، المهارات بالتدريب. لذلك نبدا بانتقاء الدليل، كيف؟ مو شغله اللي ما له شغله والله خليه يفوت على مهنه الدليل. لازم يكون عنده مهارات رغم الشهادات ومجموعه لغات، على الحد الادنى لغه اجنبيه واحده. وانتماء واخلاقيات يعني، وفي هندام، في حضور، في كله هذا المجموعه. هلا في شيء عم ينطبق على الادلاء الموجودين، في شيء لا ما بينطبق. الشغله الثانيه قصه السائقين. كمان السائق ما عم يعرف كيف يتصرف، يعني بيصرخ بالباص احيانا بصوت عالي، احيانا هندامه، نظافه الباص، عم ينقل صوره كثير سيئه. بعدين بعض السائقين انا قلت قبل هلا عم يتباهوا علنا ها خلال هالسنه هي انه نحن فشلنا المجموعه. بس هذا شيء مؤلم يعني، احنا مؤلم هي مسؤوليه الشركات المنظمه. الشركات المنظمه عم تحاول تاخذ نفس وعم حاول، لانه نحن بنعرف السياحه الثقافيه والسياحه بشكل عام هي يعني بتساعد لزياده الدخل طبعاً. فينا نقول الوطني طبعا بقلب البلد يعني، ذكرتيني بقصه نحن 2010 12% من اجمالي الناتج المحلي كان من السياحه. صحيح بالعمل الصعبه. نحن بنسترجع هالشيء، بنسترجع هالشيء، الشيء اللي عم يصير الاخطاء والتجاوزات اللي عم تصير. هلا بيجي مكتب بقول له هيك في اخطاء عم تصير، كانت بزمانه نحن قبل ال 2010 وما دون، يلي دليل او السائق يغلط غلطه واحده هو خلص اخر غلطه، ما في مجال للغلط. هلا بتحكي عن التجاوزات والاخطاء للمنظم، لبعض المنظمين رحلات بيقول لك مشي مشي هات غيره. قلت له هن هلا 20 اللي جايين ببطلوا يجي، يعني انت بدك تفتح الباب لينقلوا الصوره الجميله. هلا اذا بدي مشي ما عاد يجي غيره. اذا تجاوزنا الاخطاء ما عاد يجي غيره. هلا هي مسؤوليه بعض المنظمين الرحلات، يعني عم يضغطوا كثير على. طب شو بتقول لهم يعني؟ هلا انا عم بقول لهم، لا هي عم بقول لهم انه نحن حنخسر. هلا قامات كبيره بسوريا من 50 سنه لهلا تعبوا كثير لحتى، والحكومه السوريه وزاره الثقافه والسياحه تعبوا كثير لحتى حطوا سوريا على خارطه السياحه الثقافيه، وهذا شيء مهم جدا. يعني حتى تذكرت الدكتوره نجاح العطار من احد الانجازاتها كانت تساوي متحف جوال بالعالم للترويج للسياحه الثقافيه. صحيح. وحتى السيد الوزير الحالي هو كان صاحب منشاه ضخمه بحلب، هو كمان كان له دور كبير بوضع سوريا على خارطه السياحه. انا يعني بطلب منه شخصيا يتدخل لوقف التجاوزات. بعدين اختيار الدليل واختيار السائق. هذا السائح دافع الاف الدولارات وجاي، ما في مجال للغلط. هي كلمه مشي 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 يعني ما عاد بدهم يسمعوا. بس هل يعقل انه انا يكون في يعني ما راح اسميها استهتار او استخفاف بالاشخاص اللي جايين؟ مثل ما قلت انت بحاجه للعمل الصعب اليوم بقلب البلد ضمن الظروف الاقتصاديه الصعبه، وزاره السياحه لازم تتحمل جزء من هي المسؤوليه ويكون في تشاركيه، لانه هن مثل ما قلت اذا اجى 10 او 100 او شو هو الرقم، هو عينك لبرا يعني. السايح لما يطلع يقول زرت هيدا البلد ومو معقول كيف كان الاستقبال وقد الجميل، بده يطلع يقول انه كان انا بدي اقول كمان يعني بعد المشاكل. ما بدي احط صوره سوداويه، في شباب
عم يشتغلوا صح وشباب الجيل الجديد عم يشتغلوا صح وعم يقدموا منتج سياحي ثقافي رائع جدا. بس عم احكي على البعض، على البعض من منظمي الرحلات والأدلة والسائقين، على البعض. بس البعض هذا عم يشوه الصوره كلها، لانه نحن لسه في يعني سوريا لساتها قائمه. وبعدين رغم التدمير اللي صار بسوريا، سوريا لساتها حلوه، لساتها حلوه، حلوه حتى بشعبها كمان، يعني لساتنا قائمين ولسات سوريا حلوه. هلا تدمر انه صار فيها دمروا معابد دمروا مقابر، بس بدي اللي ما يروح تدمر حتلاقي السياحه باخذها عم تدمر كثير عم ينبسطوا. يعني جمال سوريا من زمان، شوف يعني الارهاب ما قدر يبشع سوريا ولا قدر يبشع عساره، ونحن عندنا 10,000 موقع، يعني قد ما سو حنضل حلوين وعندنا مقومات سياحه. هلا اذا في معنا وقت بنحكي فيها. تمام، خلينا نحكي وهيك نستغل الوقت المتبقي عن مقومات السياحه. في التراث المادي، دائما لما نحكي السياحه في تراث مادي ولا مادي دائما بينحكى عنه، خلينا نحكي عن مقوماته بسوريا. مقومات التراث اللامادي ولا المادي غني جدا جدا، وما في دوله بتعادلنا. وقت قلت انا في 10,000 موقع، يعني ثلث اثار الكون موجوده بهالبلد الصغير. نحن ما بنشكل 1% من مساحه الكره الارضيه، بس في عنا تقريبا 30 او اكثر من 30% من اثار الكون. يعني هذا شيء مو موجود به. بعدين سوريا كل شيء كان فيها، خلقت الحضاره فيها، نحن اول برلمان بإبلة، واول مدرسه بإبلة، اول ملعب رياضي بالعالم، اول العاب رياضيه من 3600 سنه بعمريت. يعني بيزوروا الناس السياحة الداخلة بيزوروا طرطوس، ما بيزوروا عمريت اللي بعد 5 دقائق. صحيح. عن طرطوس في عندنا مقومات. بعدين المقومات اللامادية، المطبخ السوري ذكرته، الفن التشكيلي، عدا الآثار، بس غني جدا بالآثار. نحن ما في دولة غنية بالآثار. يعني هلأ إذا بدي أحكي على تدمر، إبلة، أوغاريت، ماري، حلب، قلعة حلب، قلعة حلب رائعة جدا، وقلعة الحصن، الوادي، المطبخ السوري. اذكروه على وادي النصارى، في مطبخ سوري متميز، هو مطبخ بنقول له اورجانيك يعني طبيعي، يعني الدجاج هنيك بياكل الاعشاب البريه، يعني غير اللي بناكله بالمدن الرئيسيه الاكل، حتى الباذنجان والاكل بيساوي نكهات كلها بتختلف والطعمات. حتى بتدمر كان في نحن المنسف اللي بتدمر اللي من الخروف كمان بياكل الازهار البريه بتدمر. يعني ميزه المطبخ السوري انه لساته طبيعي. يعني هلا برا حتى الفواكه برا ما لا طبيعيه، بتلاقيها محقونه في هرمونات نسبيا. نحن الاكل والخضره عندنا لساتها طبيعيه، هي ميزه المطبخ السوري. المدن، كل المدن، هلا بندخل لدمشق. هلا دمشق مثال، بجيبها مثال يعني على المقومات. دمشق فيها كم هائل من عوامل الجذب السياحي الثقافي. كل باب افا، كل باب بدمشق القديمه في جنه، افتحي كل باب وشوفي هالفسحه السماويه. في عندنا كنيسه حنانيا اللي اقدم كنيسه بالعالم، اللي انطلق منها بولس. لولا رحله بولس ما كان في دين المحبه باوروبا وبالعالم. طيب وفي الجامع الاموي، يعني الجامع الاموي كمان، هي اماكن كلها معروفه لاغلب السوريين. هيك سؤال سريع، في اماكن اليوم سياحيه ثقافيه بمختلف المحافظات السوريه برايك ما انه متضوى عليها صح لتوصل للعالم، ما انا اخذت حقها مثل باقي المناطق؟ طبعا. هلا هي في عم نحكي عن المواقع اللي توظفت سياحيا يعني. هلا في مواقع مكتشفه بس بدها توظيف، بدها طرق، بدها ترويج، مثل بدها تسويق. يعني في تلال اثريه شمال شرق سوريا، في المدن المنسيه شمال غرب سوريا، صح، البارو وسرجلة ورويحة، هدول في 700 موقع. يعني نحن عندنا كم هائل، نحن بدنا هذا تراث عالمي. يعني بدنا مساعدة من العالم كمان انه لحفظ التراث، لحفظه وترميمه. هلا بدأت بعض الدول، بولونيا بعتت بعثة رممت بعض الآثار، روسيا عم ترمم. نحن هذا التراث العالمي، نحن حضارة سوريا كلها، حضارة العالم كله، مو بس حضارة سوريا، خلقت الحضارة هون. بعدين سوريا بالألف الأول قبل الميلاد صارت أسواق تجارية للعالم كلياتها. طبعا في مواقع، هلا أنا عم أحكي في الناس عم رغبوا يروحوا. هلا وقت تروحوا حتى السياحة الداخلية، راحوا على حلب، في متحف حلب. هلا بيروحوا السياحة الداخلية، هي سياحة ترفيهية، بيصيروا منتجعات يعني. بس شو بنخسر إذا بناخذ أطفالنا للمتحف حلب أو متحف دمشق؟ متحف حلب في آثار من ما قبل التاريخ لتاريخ اليوم، في آثار من إبلة وماري وأوغاريت، خاصة إبلة نركز عليها. على فكرة الشيء الإيجابي، أنا بال 2022 إني زرت إبلة مع سائح أمريكي،
هذا كان اول سائح امريكي بعد 2011 بيزور إبلة. وعلى فكره بيقول للمنظمين الرحلات زياره إبلة اصبحت متاحه مع بعض الترتيبات. أكيد وقتنا خلص معك الباحث السياحي عبد الرزاق الحمصي. يمكن نوعا ما السياحة الداخلية صارت صعبة شوي بسبب أنه صارت مكلفة ماديا مكلفة على الناس، بس نتمنى الاعتناء بالسياحة الثقافية يكون في دعم أكبر، لأنه نحن بحاجة لهذا الشيء. في معالم أثرية مهمة يجب نضوي عليها، وهذا مسؤولية وزارة السياحة بالمرتبة الأولى. بدنا نشكرك بالختام. مسؤولية الكل. ثواني ثواني للأدلاء طلابي الجداد الزملاء أنا الجداد بالسوق، لا يكون مثلكم الأعلى واحد فاسد، يكون مثلكم الأعلى كثير في شرفاء بسوريا يكون هن المثل الأعلى. أكيد صح. بدنا نشكرك أكيد. وسوريا حتضل باقية، حتضل منتصرة، وحنستقبل السياح وإن شاء الله سنة خير وبركة وسياحة. شكرا كثير لك. إن شاء الله مع هالأمانة الحلوة بنختم مساحتنا مع